السلام عليكم. اليوم نعرفكم بالتجربة تاع كوسيدار في إنتاج الحبوب والتي انطلقت هذه التجربة منذ 4 سنوات، حيث أنها استصلحت ما لا يقل عن 16,000 هكتار في ولاية خنشلة، واللي هذه التجربة عرفت هذا العام نتائج غير مسبوقة، يعني للعام الثاني على التوالي. إذن نخليكم تعرفوا على هذه التجربة تاع كوسيدار في إنتاج الحبوب بجميع أنواعها، اللين والصلب، وبدون إطالة نخليكم على الفيديو. السلام عليكم. حرث وتبسيط لأراض شاسعة بصحراء ممشى، حفر لأبار ارتوازية عميقة. التجربة كانت قبل نحو 4 سنوات، حين شرعت مؤسسة كوسيدار للزراعة في استصلاح قرابة 17,000 هكتار، تحد تجني المؤسسة والولاية ثماره اليوم. تقوم شركة كوسيدار فلاحة بتحدي جدا صعب فيما يخص الفلاحة، لكن نحن على قدم وساق لإنجاح الفلاحة بإذن الله، وسنقوم بالفعل المستحيل لاكتفاء للحصول على اكتفاء ذاتي بإذن الله على مستوى الولاية، ولما لا على مستوى الوطن بإذن الله إن شاء الله. اليوم دخل حيز الاستغلال أكثر من 1800 هكتار مخصصة للمحاصيل الاستراتيجية اللي تسعى الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، لا سيما في مجال الحبوب. وهذه السنة كذلك درجة زراعة الأعلاف وبعض كذلك الزراعات الاستراتيجية كالذرة العلفية. المساحات المستصلحة من محيط الفلاحي قرقيط صفيحة تعرف توسعا من عام لآخر، فأنظمة الرش المحوري حولت رمال الصحراء لأراضي واسعة خضراء. هذه مزرعة نموذجية تعتبر نموذج بالنسبة للفلاحين المنطقة الجنوبية للولاية، لتتوفر على كل المؤهلات لتسمح بتحقيق قفزة نوعية في قطاع الفلاحة على مستوى الولاية. التجربة الرائدة لمؤسسة كوسيدار للزراعة بصحراء خنشلة تدعم مجهودات الدولة في ضمان الأمن الغذائي وتحويل المنطقة الجنوبية لقطب متخصص في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية.